أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لكم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوحى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناكم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنكم فتية آمنوا بربهم وزدناكم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شتتا هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا وإذ اختزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا وترى الشمس إذا طلعت تزاوروا عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضوهم ذات الشمال وهم في فجوة منه
ذلك من آيات الله، ومن يهد الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وتحسبهم أيقاظا وهم رقود، ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال، وكلبهم باسط ذراديه بالوسيد، لو اطلقت عليهم لبليت منهم فرارا لبليت منهم فرارا ولملت منهم رهبا. ولملخت منهم رهبا. وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم، قال قائل منهم كم لبثتم؟ قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم. قالوا ربكم أعلم بما لبثتم، فبعثوا أحدكم بوريكيكم خزه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتيكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا. إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا. وكذلك أخسرنا عليهم لتعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها، إذ يتنازعون بينهم أمرهم، فقالوا ابنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم. قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. سيقولون ثلاثة ربئوهم كلبهم، ويقولون خمسة سادسوهم كلبهم رجما بالغيب، ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم. قل ربي يعلم بعدتهم ما يعلمكم إلا قليل، فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفتي فيهم منهم أحدا. ولا تقولن لي شيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله، واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي، وقل عسى يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا. ولبيث في كهفهم 300 سنين وازدادوا تسعا. قل الله أعلم بما لبث، له غيب السماوات والأرض، أبصر به وأسمع، ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا.
واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماتك ولن تجد من دونك ملتحدا واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهك ولا تخد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن يشاء فليكفر إنا اعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشفي كالمخل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتك الأنهار يخلون فيها من أسابر من ذهب وليلبسون ثيابا خضرا من سندس واستبراك متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا واضرب لهم مثلا رجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يخابره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة ولئن ردت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا قال له صاحبه وهو يخابره أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن تراني أن أكل منك مالا وولدا
فعسى ربي أن يكتيني خيرا من جنتك ويرسل عليك حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا أو يصبح ماؤك غورا فلن تستطيع له طلبا وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق بها وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا هنالك الولاية لله الحق هو خير ثواب وخير عقبا واضرب لكم مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تزرعه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناكم فلم نقدر منكم أحدا وأريد على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم ألن نجعل لكم موعدا ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا مالي هذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها فوجدوا ما عملوا خديرا ولا يظلم ربك أحدا وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربك أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس ما للظالمين بدلا ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض لا خلق أنفسهم ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عدودا
ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين وما كنت متخذ المضلين أدودا ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم مواقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء جدلا وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم إلا أن يأتيهم سنة الأولين أو يأتيهم العذاب قبلا وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحدوا به الحق واتخذوا آياتي وما أنذروا هزوا ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأخرج عنها ونسي ما قدمت يداه إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن تدعوهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا وربك الغفور ذو رحمة لو يؤاخذهم بما كسبوا لجعل لهم العذاب بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا وتلك القرى خلقناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكيهم موئلا وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا فلما بلغ مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا قال أريت
إذ أبينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا قال ذلك ما كنا نبغي فارتدى على آثارهما قصصا فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما قال له موسى هل أتبعوك على أن تعلمني مما علمت رشدا قال له موسى هل أتبعوك على أن تعلمني مما علمت رشدا قال إنك لن تستطيع معي صبرا وكيف تصبر ولا ما لم تحط به خبرا قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أخسي لك أمرا قال فإني تبختني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا فانطلقا حتى إذا راكبا في سفتي حتى إذا راكبا في سفينتي خرقها قال خرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا فانطلقا حتى إذا ركبا في سفينتي خرقاها فانطلقا حتى إذا ركبا في سفينتي خرقاها قال خرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي الصبر قال لا قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري أسرا قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري أسرا فانطلقا حتى إذا لقيا غلاما فقاتله قال قتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي الصبر قال إن سألتك عن شيء بعدك فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطأخا
استترخى أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه. قال: لو شئت لاتخذت عليه أجرا. فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجدا فيها. فانطلقا حتى إذا أتيا النام فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه. قال: لو شئت لاتخذت عليه أجرا. قال: هذا فراق بيني وبينك، سأنبئك بتخبير ما لم تستطيع عليه صبرا. أما السفينة فكانت لمساكين يعلمون في البحر أما السفينة فكانت لمساكين يعلمون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءكم ملك يأخذ كل سفينة غصبا. أما السفينة فكانت لمساكين يعلمون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا. وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فكان أبواه فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا. فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما. وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري
ذلك تخويل ما لم تستعي عليه صبرا، ما لم تستطع عليه صبرا. ويسألونك عن ذي القرنين، قل سأتلو عليه منه ذكرا. إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا، فأتبع سببا حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين خمئة وجد عندها قوما. قلنا يا هذا القرنين، إما أن تعذب وإما أن قلنا يا ذا القرنين، إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا. قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه ويعذبه عذابا نكرا. وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى، وسنقول له من أمرنا يسرا. ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا. كذلك وقد أخذنا بما لديه خبرا. ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا. قال يا ذا القرنين، إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض، فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا؟ قال ما مكني فيه ربي خير، فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما. أتوني زبر الحديد، حتى إذا صبا بين الصدفين قال انفخ، حتى إذا جعله نارا قال أتوني أفرغ عليه كترا. فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا. قال هذا رحمة من ربي، فإذا جاء وقت ربي جعله دكا، وكان وقت ربي حقا. وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض، ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا. وأردنا جهنم يومئذ للكافرين أردا،
الذين كانت أكيونكم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون السمع. أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دونه أولياء؟ إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا؟ الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة يوم القيامة وزنا. ذلك جزاؤهم جهنم بما كفر واتخذوا آياتي ورسله هزوا. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفيد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا.